المناطق الداخلية في إيرلندا من الأماكن التي لها تاريخ طويل حافل بالعلم والاكتشاف الذي ارتبط بتراثها الغني، بالإضافة إلى مناظرها الطبيعية الجميلة. جامعة كلونمكنويز أقدم دير وجامعة في إيرلندا، كما أنها كانت تمثل مركزاً هاماً بين المراكز التعليمية هناك. وفي قلب هذه المنطقة مدينة أثلون التي تعتبر أحد المعابر الرئيسية داخل البلاد، والتي كانت ولا تزال أحد المراكز التجارية والسياسية والثقافية. There's Ericsson's on the software engineering side, and then of course we have Elan and some of the other pharmaceutical companies are all operating here out of the Midlands. So there would be two of the key niches that we work very closely with in terms of delivering both research and in delivering undergraduates and postgraduate students for them. يستغل معهد أثلون للتكنولوجيا الإنجازات السابقة ويعتمد عليها لبناء مستقبل أفضل، وهو صرح هام بالمنطقة لكونه مركزاً للمعرفة ومحركاً للأبحاث العلمية. ويتعاون المعهد مع العديد من الصناعات، بالإضافة إلى ما يشارك به مع أكثر من 200 معهد للتعليم العالي في العالم. Currently in Athlone we have 4,000 or so full-time students and another 2,500 part-time students, and that's probably set to grow over the next 4 to 5 years as well. يدرس بالمعهد 6,000 طالب من إيرلندا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا وأفريقيا، ووصل حجم المبالغ المستثمرة منذ عام 2000 في تجديد البنية الأساسية والتجهيزات إلى 100 مليون يورو. وهناك العديد من الخطط المثيرة وتجديد المكتبة والأبنية الأساسية والمزيد من الأبحاث والابتكارات. Well, we're spending 38 million on the new engineering building, 2 million on a postgrad hub, and in all we've spent close to 100 million in terms of upgrading the facilities here in the institute. And going forward, we hope to invest another 50 million over the next 4 years in developing a research campus here on our site in Athlone. معهد أثلون للتكنولوجيا من الأماكن الودودة التي ترحب بالدارسين وتضعه مساحته الكبيرة بين المعالم البارزة على مستوى العالم. كما يمثل مكاناً آمناً للدارسين داخل مجتمع مترابط ينبض بالحياة، وساعد ذلك المعهد على تحقيق أعلى معدل احتفاظ بالطلاب في إيرلندا، حيث يواصل 8 من بين كل 10 طلاب برنامجهم الدراسي بالمعهد. ويوفر معهد أثلون برامج تناسب كافة الدارسين قبل وبعد التخرج، من الأعمال التجارية إلى الدراسات الإنسانية، ومن الدراسات الهندسية إلى الدراسات العلمية. With our 4,000 students, they're spread across four schools: the schools of engineering, the school of science, the school of business, and the school of humanities. And within each of those, then there are two or three departments. So we're quite widespread. There are over 40 programs on offer. تدخل الدراسة العملية في العديد من هذه البرامج ليتمكن الطلاب من تطبيق المهارات والمعارف الدراسية المكتسبة من الدراسة النظرية. وبذلك يمكن للطالب أن يضمن لنفسه وظيفة مناسبة بعد التخرج. لقد تمكن 98% من خريجي معهد أثلون من الدخول إلى مجال العمل أو استكمال الدراسة في المعهد لأشهر قليلة بعد انتهاء البرنامج الدراسي. Yeah, well, I mean, our graduate survey last year, 99% of our students were employed within 3 months of completing their program here in AIT, so that's probably one of the highest success rates in the country. المستوى الجيد للأبحاث التطبيقية بمعهد أثلون للتكنولوجيا معترف به في مختلف أنحاء العالم، ويجري المعهد حالياً أبحاثاً جديدة في 3 معاهد متخصصة في الدراسات الاستراتيجية المتصلة بالعلوم البيولوجية والخامات والبرمجيات، كالمساعدة في إيجاد علاج لمرض ألزهايمر وتطوير برامج الهواتف المحمولة. ويحتل معهد أثلون للتكنولوجيا المركز الثالث في إيرلندا بين أكبر معاهد تمويل الأبحاث، كما يعمل على تعزيز الشراكات المختلفة مع الشركات المنتجة للمعدات الطبية وشركات الأدوية، وطور مركز أبحاث جديد لطلبة الدراسات العليا. The growing reputation of Athlone Institute of Technology in the life and physical sciences, biopolymers, molecular research and engineering is now well acknowledged, and the diversity and quality of the programs offered by Athlone Institute of Technology provide the ideal conditions for the region to nurture knowledge-intensive businesses. هناك أيضا مستوى ثالث من المستويات التعليمية لإكساب الطلاب أكبر قدر ممكن من الخبرات العملية، كما تعتبر الأندية الرياضية والاجتماعية أساسية في معهد أثلون للتكنولوجيا، وتتسم الأنشطة الاجتماعية بالطابع الدولي، كما يوفر المعهد التجهيزات الرياضية ذات المستوى العالمي كملعب كرة القدم المجهز بالنجيلة الصناعية
ومضمار سباق صمم وفقاً للمعايير الأولمبية. اكتشف الحياة في معهد أثلون للتكنولوجيا واغتنم فرصة البحث والدراسة في إيرلندا، حيث تحظى المعرفة بتقدير كبير. للمزيد زر موقعنا www.ait.ie.